السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار جولاتنا في مدينة غدير، مدينة الحبيبة، مدينة الغالية على قلوبنا وقلوبكم وقلوب آلاف من مواطني المغاربة داخل أرض الوطن خارج أرض الوطن. كنت زينا في سقف مراكش اللي كتحتضن مجموعة من الإدارات العمومية بينها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بينها محكمة الأسرة ومجموعة من المكاتب الأخرى للمحامين. نافارو راه ما طاحتش في السنزال، هذه كانت مخبازه ما هي كتشوف فيكم. احنا دابا
يسوس العليمة، تحية يسوس العليمة. أنا فاش قريت يسوس العليمة هذه لا يعلى عليها، أحسن كوليج بيبليك فقادير كامل، واخا دابا البيبليك ما بقاش ولكن استمرار الهريف انا ما عندنا ما نديرو بهم صافي في النهايه تكون هاد الدائره هادي راه ما كاينش غير فرقه هادي، راه كاينه في جميع المدن المغربيه فين ما مشيتي كاين هادوك صحاب سميتو دائره وطنيه. اليوم تاني الخطرة كاين واحد الماتش واعر الناس اللي بغيت تفرجوا في الكرة، لا كرواسي مع الطاليان، الثالث ديال العالم مع بطل اوروبا. هنا عندي زون 50 ماشي زون 30. اليوم غنصورو لكم طريق السريع الحضاري حتى لبريكوما ان شاء الله. يا بغى الله او ما حضرش توما او ما يبان لكم واعر. الله كرهش بديو تيرو كاع في النادي والله، دوك اللي كيديروا الشغاب وداك الشيء ما كاينش فرق، يعطوهم لورد يعطوهم الملك لورد يقول لهم اللي بان لكم سميتو تيرو فيه. انا كاين واحد او ما تمسنا خدامين هنا كي كيقادوا بداك الشيء، كاين واحد النوع ديال الشعب اللي ما خصكش تعاتق معاه، بحال هذوك مساكن اللي داك المسكين اللي قتلوه داك الشيء ديال الراجا في القرنوص، ما مشى ضربوه بالموس قتلوه كاش باو اشبه اشبه. اقدروا في الخطرة تلقوا ولكن الطنسيون راه زعما راه يمشي تحطيها كلها وكرا تجيب الروح، الطريق راه ما سهلاش. اللي بغى يطلع دابا لا قاديروا في اللي يمشي ليها في وسط السيمانة، هل اثنين ثلاث خميس سبعة بس حد كيف تكون عامرة بس ميت بنات عامرة بالخروج. أوه ما في عميد شهر هذا ولا مشكل، أنا اللي ولد قادير مش حامر رجع حامر رجع مشيت ليها ما. وأصلا عندي ديك لفوق بيدي الأماكن العالية ما مش قاعد أشوفها قادير ولا تلقى فيها تلقاها في علاش تلقاها على ود هذاك البروجي ديال 160 درهم ولا 180 درهم ولا ما عرفتش داكشي علاش تلقاها البيزنس. انا نوريها لك قدام نوري لك اللي بغا يمشي ليها الا جيتي من شارع محمد الخامس هذا دابا ماشي انا غنوريكم هاد مشاو ليها ما ندير تما صراحه هذا الطريق اخويا ما تنحملها وعندي لا فوبي ديال هذوك الاماكن العاليه وداري ما غير نسكر ما عندي ما ندير تما يلاه كيديرو في الليل ديك الحياه. الطاكسي كيطلعو ليها بشي 600 طاكسي ب 600 هاهي شتيها من هنا من هنا ما غاديش ندور انا من هنا. Ne demek istiyorsun?
يلا الخوت الله يعاونكم، بينو الطريق سريع الحضاري.